خلونا نشوف أبرز محطات أول حلقات برنامج فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي. الله. في أولى حلقات البث المباشر من برنامج فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي اللي ينظمها نادي الإبل بالتعاون مع MBC، المسابقة الأضخم والأكبر للشعر بالوطن العربي، والتي تتشرف بأنها تحمل اسم مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. من بعد جولة استمرت أسابيع وشملت اختبارات في 5 مدن عربية: الرياض، جدة، الكويت، أبوظبي وعمان، آلاف المتسابقين تقدموا للمشاركة في فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي اللي تحمل هدف صون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي. جمعت بين أعرق نسب جدين هيبة وافتخار، يا شبل من هذا الأسد يا شبل من ذاك، آل أسد عبد العزيز مخضب الأجرب على قبة، المهار على جبينك من جبينه للسعد برق ورعد، والشيخ بن حثلين زاد الشهر علم شهره ونار. يا ما نهلنا قراح العز لو سلسبيل أهراج، ولروى ضمانا غير غرفة أيادينا، ضوينا مروة لين صار اسمنا وهاج، وتذرابنا اللي كان الأول معادينا، كسبنا الصدارة يوم فازوا بهالكلاج. فنونين من تراث الزمان الجميل تنقل على شاشة MBC لكل العرب. تنقل على ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمرا، فقلت خضبت الكف بعد فراقنا. ناطر الفيو مجالسة الدونات مي لافقا، الصيداني بسيوفه وعلي مي شافقا، شين خلت لي غير جيتا وكبتا خافقا. مرحلة النصف النهائي إن شاء الله مشاهدين الأسبوع القادم موعدنا مع مشتركين المجموعة الثانية ومع 10 فرسان من فرسان القصيد، خلينا نشوف مين هم. سلام، والله المنافسات حلوة، والحلقة الأولى تحسها أنه يعني من الحلقات اللي على طول مبلشين منافسة، بدئين منافسة، وتحس أنه فعلا كأنهم يعني كأننا عايشين معاهم سلنا فترة طويلة يعني في هذا الجو العائلي في البرنامج. طبعا ما تنسوا تتابعوا حلقة اليوم من فرسان القصيد 9:30 مساء بتوقيت السعودية، وكمان بقول حاجة حيكون فيها فنان جدا رائع هذه المرة. أكيد. زي المرة اللي فاتت. أكيد. أيوة الفنان الكبير خالد والله خالد الرحمن موجود. ايوه حلو. ايوه حيكون تفتكر له اغاني؟ والله خالد عنده اغاني كثيره افتكر له خذني بقايا جروح. الله ارجوك داويني. ايه. لا يا عيني، وفي يعني ابو نايف ملك الفن. ايوه. عنده اغاني كثيره. ايوه والله، ولكن انا احيانا لما امسك خط احط اغنيه ليلي عذاب. الله كل اغتراب. الله وقت الفرح عن ناظري عدى وغاب. الله من رحلتك انا لازم اشارك معاهم.